يعني اليوم سمك وكب كيكس، كتير اشياء اليوم عند الشيف. رح ننتقل لعنده مباشرة لحتى يخلص لنا الطبخات، حتى لو قبل الوقت ما يخلص لحتى نقدر ندوقهم. ورشة ملح. مش بس سمك وكب كيكس، كمان في عنا سلاد وفي عنا شوربة اللي صارت جاهزة قدامنا على النار. بس ولكن هلا خلينا نحن كمان نبلش بالكب كيكس. بعد ما حطينا العجانه قدامنا وحاطين فيها من الطحين، حاطين فيها من السكر بودره، راح نضيف لها من البيكنج باودر كمان، وراح نحط كمان من البيكنج سودا. طيب في عندي كمان راح نحط من الخميره، وفي عندي كمان من الكاكاو مثل ما عم نشوف نحن كيف عم نضيفهم. بخلطهم انا شوي مع بعض. حطينا المقادير الناشفه مع بعضها، هلا نخلطهم. اوكي، نجي عندي بيض، اربع بيضات كمان بنضيفهم بهيدا الوعاء. كمان في عندي من الزيت النباتي، وفي عندي من الحليب. اوكي طيب، بيجي لهون بضيف زيت النباتي، نخلطهم مع بعض بالشريط. نحن هون مشاهدينا عم نحكي على الكب كيك بالشوكولا. طيب وبضيف لهم كمان الحليب. كل هالمقادير بنرجع بنضيفها بالعجانه فوق الطحين وفوق السكر البودره وفوق البيكنج باودر وبيكنج السودا والفانيل. بنضيفهم طبعا وبندور العجانة أو الخلاط. بهالوقت أنا طبعا بدي بلش حضر للسمك. جيب صينية لنفوت السمك لنلحق لآخر فقرة يستوي السمك عنا بالفرن، اللي رح حضر له من السماء، حضر له البصل، حضر له الزنجبيل البودرة، وحضر له من الكزبرة اليابسة، من الكمون كمان، من شرائح الحامض. لكن أنا بهالوقت محضر الصواني قدامي للكب كيك، رح شيلهم لتاني ميله. رح جيب البصل، رح قطع البصل حطهم بصينيه ونضيف للبصل. طبعا بدي احط البصلات بكعب الصينيه وحط السمكه فوقهم، وباقي المقادير رح نحطها انا وياكم باخر فقرتين. وهلا بالعوده لإلك غيدا. شكرا شيف، واكيد رح نتابع محطاتنا هلا مع غسان بحلقه جديده. يعني صحيح بدك تعملها باب كب كيك، بس مش ضروري تطوشنا يعني بالبلندر. طيب شو بنعمل؟ ما بدنا نخفقهم؟ بلا خفقهم. نحن اليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم، وموضوع فعلا بيشغل بال كل الاهالي اللي عندهم اطفال عندهم احتياجات خاصه، واليوم رح يحكي عن هالموضوع وقديش لازم يتم تامين كل احتياجاتهم لهالاشخاص. مع غسان. صباح الخير غسان. صباح النور غيدة. يعني فعلا للاسف نزعل لما بنشوف انه بعد في كثير مدارس فعلا بيفتقروا لكل حيلا وسيله من وسائل لتسهيل الامور هالاطفال اللي بيكونوا او كل هالطلاب، يعني لحتى للنهايه للصفوف الثانويه حتى بدون ما يكون عندهم اي تامين لاساليب الراحه تبعيتهم. صح. بتعرفي غيدا، يعني وقت نحكي دائما بالمبادئ الاتفاقيات اللي كنا دائما عم نشرحها ونعيدها ونقول المبادئ الاساسيه، ومن اهمها انه نقدر نخلق بيئه متاحه، بيئه ملائمه لذوي الاحتياجات الخاصه. صحيح. بقى مشكلتنا بلبنان غيدا مش انه عندنا بعض مشكلتنا انه ما عندنا مدارس الا ما يتجاوز عدد اصابع اليد الواحده. بيتصوري عندك
آلاف المدارس، مئات وعشرات ومئات وآلاف المدارس، ما عندك مقابلهم خمسة ستة بكل لبنان هول بيقدروا يدمجوا وعندهم سياسة دمج، وهيدا من بعد طول عناء ومن بعد جهد ومن بعد قرار اتاخد. طيب السؤال الكبير، ليه ما بنفرض سياسة وطنية عامة من وزارة التربية، وأنا نحيي لوزارة التربية الجديد، نبلش نشتغل على انه نأهل مدارسنا تتكون بيئة حاضنة، بيئة متاحة، بيئة ملائمة، بيئة عم يتحقق فيها مبدأ الوصول لكل شيء تيقدروا هالأطفال ينمو مثلهم مثل غيرهم. صحيح، وحسب كمان احتياجاتهم الخاصة، يعني ممكن أولاد يكونوا عن جد قادرين يندمجوا بمدارس عادية، أو إذا بتكون في كتير صعوبات أو في احتياجات خاصة أكثر صعوبة ممكن كمان يكون في مدارس أكثر لإلهم لحتى تقدر تغطي احتياجاتهم. صح، وهيدا المطلوب كمان، انه اليوم وقت نحن بنعرف قد ايه مكلفه وقد ايه صعبه، هي شيء عن جد، هي شيء في 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 متطلبات كثير اساسيه لنعمل مدرسه تقدر عن جد تحضن هيك اشخاص، ولكن صدقيني لا مفر منا، والا بنكون عم نهمشهم هالاشخاص بجمعيات منا قادره لحالها، يعني جمعيات ايد وحده وايد وحده ما بتزقف. صح، الدوله بحاجه، جمعيات بحاجه للدوله، الدوله توكبها من خلال تشريعات وسياسات تفرضها وزاره التربية على المدارس، وقادرة المدارس بقلب ميزانيتها تأمن كل الأشخاص المؤهلين أنه ينشئوا ويأهلوا ويعدوا هالأشخاص اللي عندهم حاجات خاصة. نعم. ويكون ضمن بروجرام دمج إلزامي، يكون في بقلب المدارس يقدروا يتطوروا هالأشخاص ويحسوا حالهم أنه فعلين مع أصحابهم مع أصدقائهم، عم بيقدروا يشتغلوا ويسمروا ويكونوا واعيين وفعلين ومنتجين على المستوى الدراسي والعملي للمجتمع بعدين. تاني شيء، هذا مطلوب من المدارس كمان ومن وزارة التربية، يعني معلش اليوم نحن بنفهم أنه بقلب هالأشخاص اللي عم بيعينوا كل نحن بحاجة لجروب ملتي ديسبلين عنده هالعدة التخصصات ملتي ديسبلينيريتي بكل أبعادهم، يعني نحن بحاجة لبسيكولوج مع أسيستان سوسيال مع يمكن نورس بقلب المدرسة، يمكن مع كل هول الوظائف مطلوب، مع إدوكاسيون سبيسياليزي، كل هول التخصصات مطلوبين بقلب هول الجروب. صحيح، ليكونوا عم بيواكبوا هالاشخاص عندهم حاجات خاصه، ويكونوا صح هي يمكن امور مكلفه اكثر متطلبه اكثر، ولكن لهالاشخاص بيستاهلوا منا بكل مدارسنا يكون في عن جد عندنا تيم متكامل، فريق متكامل بكل ابعاده التخصصيه، بكل ابعاده المهنيه والحرفيه حتى بالتكنيك، غيدا تيكونوا عن جد هالاشخاص مدارس ان كان اكاديميه وان كان تكنيك عم بيكونوا يعني مستوى دراسة التقني والعلمي يكونوا عم بيأمنوا كل حاجات ذوي الحاجات الخاصة 100%. غسان، هون لما بنحكي كمان عن تأمين الأماكن لهالطلاب، يعني كيف ممكن يتم تحضير أماكن متاحة لاستقبالهم وحتى لاستيعابهم ودعمهم كمان لحتى يكونوا قادرين هن من بعدها يتكلوا على حالهم؟ غيدا ميرسي على السؤال، لأنه كيف هو أساسي لازم. أنا بقول توجد الإرادة توجد الطريق. صحيح. والوسيلة، وصار عندنا مهندسين متخصصين غيدا لهالاشخاص بالذات، يعني اذا عندنا مدارس مباني ديجا ما كانوا مؤهله بهندستها وبمعماريتها وبمثلا غرفها بالكوريدورات تبعها بكل الاطر تبعها الجغرافيه والهندسه او المصاعد منا قادرين اليوم، نحن اليوم عندنا صار عندنا هندسه متكامله غيدا لكل الظروف وبكل الاحوال ولكل ذوي الحاجات الخاصه، كل شيء مطلوب من المدرسه شويه بادجت تخصصه ميزانية صغيرة تخصصها لهالأشخاص تيقدروا فعلا تتأهل هالمدرسة تكون هيدا على المستوى الهندسة البنائي إذا بدك كمكان متاح. أما على المستوى الموارد الإنسانية أو قلنا في وظائف مبلا نحن بحاجة لإلها، يعني نحن بحاجة لفريق متخصص متكامل التخصصات بكل أبعادها، مثل ما قلنا بعلم النفس، بالتربية المختصة، فيزيوثيرابيوت، بسيكوثيرابيوت، أورتوفونيست، ممكن يكون الشخص عنده مشكلة باللفظ بالحكي بالنطق بقى، كل هول المشاكل غيدة هول الفرق حكما مجبور نكون بقلب المدرسة تيواكبوا هالعمل الدراسي وهالبرنامج الدراسي، يكون اللي عنده حاجة خاصة شو ما كانت حاجته الخاصة قادرين نحن عم نلبيه ونساعده تيكون بقلب صفه كأي شخص آخر عنده ذات الانتاجيه، لا بل اكثر، غيدا ممكن يبدع اكثر، يمكن يعطي اكثر. صحيح. فمن هون
كيف وقت نبلش نأهل المباني ونأهل الأشخاص. بدنا نشغل على البشر ونشغل على الحجر. أكيد. بدنا نشغل بكل الأبعاد التخصصية ونأهلهم ونساعدهم تيقدروا يكونوا حد هالأشخاص ويكبروا معهم وينموا معهم. وهذا هون في ملاحظة كتير كتير عزيزة على قلبي ومهمة. المشكلة من عينيها بلبنان حدا عنده ولد حاجة خاصة بياخدوا على مدرسة خاصة. نعم. أو يعني مدرسة متخصصة بهالأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. صح. نعم. هون بدي أقول لا، رجاء بدنا أولاد، بدنا الأولاد يختلطوا مع أشخاص أولاد من عمرهم، مش لأنه هون نشتغل على الذهنية. هيدا يعني كده تصوري الطفل اليوم اللي عم بينما مع طفل عنده حاجه خاصه قادر يتقبل الفكره اكثر لانه شافه من هو صغير. صح. فهمه من هو صغير، تفاعل معه من هو صغير، عرفه من هو صغير، عرف له حركاته، عرف له شو معوقاته، شو مشكلته. بغض النظر هون عم نعلم اولادنا اكثر من الانسانيه، على اكثر روح انسانيه، على اكثر روح تفاعليه، على اكثر روح تربويه. مش عم نعزلهم، مش عم نهمشهم، ما بدنا ناخذهم على مطرح يكونوا مهمشين معزولين بمطرح باطار بعدين بتصدمي بتشوفي بمجتمع لك هالشخص شو بيه. ايه. كلنا بنمرق فيها، انا ما عم بتنكر لموضوع انا بمرق فيه، كلنا بنمرق فيه، كنا صحيح. قبل او بعد مشكلتنا، ولكن المطلوب انه نقدر هالاشخاص نخليهم يندمجوا من هن وصغار، لانه قد ما ليكي مثل مشكله المرض لا سمح الله، بقدر ما بتلحقيه بسرعه قبل ما ينتشر ويكون قوي بقدر ما انت قادر تتحكمي فيه. صحيح. والا لا، ذات الشيء الاعاقه بحاجه تولد ب ب ب بمجتمع وببيئة وبأطر فيها كتير روح إنسانية كتير روح تربوية. مشان هيك بقدر ما منبكر مع أطفالنا يكونوا محتضنين مدموجين بقلب أطرهم التربوية بقلب صفوفهم بقلب اللعب بكل الأنشطة، كانت الأنشطة صفية أو خارج الصف. نعم. لا صفية، إن كانت أنشطة مدرسية أو غير مدرسية، إن كانت أكاديمية أو غير أكاديمية، نحن مطلوب منا بهالأطر كلها أطفالنا يكونوا عم يندمجوا ويتفاعلوا مع الأوربيري يعني الأشخاص أترابهم مثلهم تيكونوا معهم وما يشعروا بالفرق، ما يشعروا بالفرق، وما يشعروا بالفرق. وهون كمان مثل ما قلت يعني الطفل اللي بيكون بالصف وبيحس انه في شخص عنده احتياجات خاصه فات لعنده على الصف ما بيقعد بيستغربوا لما بفوتوا بعمر اكبر. صح. بيحس انه في شخص غريب مش عارف كيف يتعامل معه وهيدي الصعوبه. هون عم تتوجه للاهل غسان لحتى هن يحطوا اولادهم ويروحوا على المدرسه ما يخافوا ويروحوا دغري على. صح. على مدرسه متخصصه. صح. هون المدرسه قديش فاتحه بوابه وجاهزه لتستقبل هالاشخاص اللي عندهم احتياجات خاصه. هون مشاكلنا غير. ايه هون المدرسه اصبع عشر حطيتي. نعم. انه نحن اذا الاهل كان عندهم هالقرار وهالعزيمه وهالاصرار انه لا بدنا نفوت اولادنا وبدنا شو ما كان التضحيات، اوكي في مدرسه مدرستين ثلاثه بكل لبنان مهلين وبعدين قد ايه بدها تستوعب؟ عرفتي؟ بينما بدنا قرار، القرار عند الدوله، القرار بالسياسه وطنيه عامه تربويه تاهل المدارس وتعدها تيستقبلوا اشخاص الاطفال هولي ويساعدون وتكون هالمدارس مؤهله ومجهزه بكافه التقنيات ومبدا الوصول ينسحب على كل اطر المدرسه، ان كان مثل ما قلنا على الباتيمان تبعها، على البناء، ان كان على الهندسه، ان كان على الموارد البشريه الموجوده، الكادر البشري التعليمي من معلمين واساتذه مؤهلين تعرفوا يتفاعلوا مع الاشخاص بتخصصاتهم المتعدده، من هون بيقدروا يتفاعلوا ونقدر نامن مدارس بتكبر القلب وفيها تكون على مستوى حاجات وطلب وتحديات اللي عم بيواجهوها ذوي الاحتياجات الخاصه غايده. اكيد. وهون مثل ما قلت غسان يعني هي حلقه متكامله يعني بين بين الاهل وبين بين الطلاب بالمدرسه وبين المدارس هذا اللي هي بالدرجه. صح. الاولى كثير ضروريه واساسيه لحتى تقدر تاهل حالها وتكون جاهزه لاستقبالهم. نحن بنشوفك بنرجع الاسبوع الجاي. أنا ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. رح نتابع بعد لحظات محطات مع الشيف ورشه ملح ومن بعدها محطه سينما معي انا. خليكن معنا.